طب يلا بينا، في سؤال في اللي فات كده. طيب افكركم بس باللي احنا خدناه. احنا شفنا ازاي نحول سيرفر نازل عليه ويندوز سيرفر لراوتر، ونربط 4 شبكات ببعض، وعملنا سيرفر تاني سميناه R2 وربطنا بيه 3 شبكات ببعض، وبعدين ربطنا ده بده، وساعتها احتاجنا حاجة اسمها يا اما ستاتيك راوتينج يا اما دايناميك راوتينج، عشان ده يشوف الشبكات اللي عند ده وده يشوف الشبكات اللي عند ده. وخدنا كمان حاجة اسمها ديفولت روت، صح كده؟ ان انا اقول ده ايه، اي شبكة انت مش عارفها روح لجارك 10-2. خدنا كمان التي تي ال، شفنا التي تي ال وامر تريسورت وازاي بيجيب لي الراوترات اللي انا عديت عليها وبياناتها وهكذا. شفنا كمان الريلي ايجنت، شغلنا الدي اتش سي بي ريلي ايجنت، شغلنا ده دي اتش سي بي، وخليناه يوزع على مين، على دول وعلى دول وعلى دول وعلى كمان ايه، الناس اللي هنا. هنشوف بقى دلوقتي ايه النات. احنا المفترض بقى ان انت من كورسات الشبكات عارف يعني ايه نات وايه فايدته، وازاي الناس كلها الاي بيهات بتاعتها بتتبدل باي بي واحد عشان تطلع نت وهكذا. الكلام ده المفترض ان انت ايه، ان انت عارف. احنا بس هنشوف ازاي نيجي على راوتر مايكروسوفت ونشغل عليه النت ونشوف الناس كلها وهي بتطلع وتتبدل كلها بنفس الاي بي، والمشاكل اللي عملها النت وازاي نتغلب عليها. البلد المفترض ان انت عارفها، هنشوف التطبيق العملي بتاعها على انظمة مايكروسوفت يعني. طيب الاول بس ايه، تعال نشوف اللاب اللي احنا هنعمله، ايه التعديل اللي هيحصل هنا. بصوا احنا هنا كنا معتبرين الراوتر ده واصل بالراوتر ده، لا انا هعمل ايه بقى، انا هعدل المنطقة ديت اهي، مش هخليها بقى واصلة في ام نت 10، انا هبني منطقة، هبني لاب كده فوق. هنتخيل مع بعض ان اللاب ده هو الانترنت، يعني عشان نعيش الواقع شوية. يعني مثلا هعمل سيرفر هديله 4 8ات، ده كأنه هو ايه بقى 4 8ات، ده كأنه هو الدي ان اس بتاع جوجل. هعمل سيرفر كأن السيرفر ده كأنه هو موقع فيسبوك، عشان وفعلا انا عامل جهاز وحاطط عليه ويب سايت شبه الفيسبوك بالظبط، كأنه هو الفيسبوك، وهوريك برضه انا عملت كده ازاي. تمام، هعمل راوتر بس هيبقى راوتر مايكروسوفت برضو، بس انا هحطه هنا كراوتر، هسميه اي اس بي، اي اس بي كأن ده ايه، ده الراوتر بتاع شركة النت اللي المفترض انت ان شاء الله هتتربط ايه، هتتربط بيها. تمام، فده هيبقى الراوتر الاي اس بي. طبعا المفترض ان ايه، ان الاي اس بي ده اكيد كونكتد بايه، بفيس وياهو وجوجل والمواقع المختلفة اللي في الانترنت، فيعني هيبقى المنظر عندنا حاجة كده. تمام كده. طيب تعال نبدأ بده، اي اس بي فين هو اهو، حد شايف هنا اي اس بي؟ ده الجهاز اللي انا ناوي اعمله فيس. فين بقى الاي اس بي؟ طب تعال نجيبه من جوه، نديه 2000 اللي انا عامله 2012 اهو، دي الفي ام اي اللي انا يعني هتخيل ان هي بتاعت السير. طبعا دي المفترض هتبقى بعد ار 1، عشان ار 1 هيوصل بيها ان شاء الله. هشغلها على انهي سناب شوت؟ على اول سناب شوت خالص. تمام، ولا اشغلها على على اول سناب شوت، زود لها الرامات سنه بس. عايز البيز بتاعتها، فهديله البيز. عليكم السلام وبركاته. هو ديت المفترض 2012 اهو، 2012، فانا هديله البيز بتاعتها. طبعا جزء الراوتينج والنات والحاجات دي كلها ما فيهوش اي اختلاف ما بين ال 2012 وال 2016، فادي ال 2012
نسيبها تفتح، وفي جهاز تاني انا عامله كأنه هو موقع فيس، وبالمرة بدل ما اشغل سيرفر يبقى كأنه موقع فيس، وسيرفر تاني يبقى كأنه الدي ان اس سيرفر، يعني عامل واحد بس، عامل واحد بس يعني بالاتنين. ده حتى كمان السيرفر اللي انا عامله ده عاطيله اي بيهين 8.1.1.1، كأنه هو دي هويته كفيس، واربع تمانيات دي هويته كايه؟ كدي ان اس. تمام. فين السيرفر ده؟ اهو راح فين بقى؟ اهو هفتحه من جوه بقى، شكله ايه؟ مكانه ضاير. نجيب برضو الدي 2012 اهو، شغله. ده هيبقى الفيس سناب شوت. زود له الرامات سنه، شغل. يبقى خلي بالك المنطقه اللي انا ببنيها دلوقتي وهظبطها ديت تعتبر كانها هي يعني اهي دي كده الانتر نظبطها الاول وبعدين نكمل باقي الشغل. الاي اس بي فتح اهو. الاي اس بي ده احنا محتاجين فيه كام كارته؟ اي اس بي كارته هتوصل بالفيس والدي ان اس، والكارته التانية المفترض هتوصل بايه بقى؟ بالكاستمر اللي ان شاء الله هيتربط بالانترنت. ما هو ده لو ده السيرفر بتاعك اللي جوه شركتك لابد ان انت تربطه بالانترنت. يعني المفترض الكابل ده، الكابل ده هيبقى طالع واصل هنا. يعني تعالى مثلا نفصل ده من هنا، ولا خلي ده هنا عشان الدنيا ما تلخبطش. هفصل الكابل من هنا، احنا موصلين دايركت. هفصل ده وهوصل كابل من هنا، هيوصل بالاي اس بي. تمام. طبعا احنا عشان نربط ده بده لابد ان احنا نحط ايه؟ في ام نت في النص كده نوصل بيها، فانا هخليها 10 زي ما هي بالمره. تمام. طيب انا هوصل الكارته اللي هنا بفي ام نت 10، وكارته هنا تبقى واسطه بفي ام نت 10. فين ار 1؟ لا، فين الاي اس بي؟ اهو. اول ده راكب فيه كام كارته؟ هي كارته واحده. اوصلها بفي ام نت كام؟ في ام نت 10. واقول له اوكي. طبعا محتاجين كارته ثانيه اللي هتوصل من الناحيه الثانيه بمين؟ فانا هخلي ده مثلا ده هيبقى في ام نت 11 مثلا، او خليه بعيد كده 15. يبقى انا المفترض اوصل كارتة تانية ب 15، وده وده هيوصلوا كمان ب 15. يبقى اذا الفيس والدي ان اس هيوصلوا بفي ام نت 15. ده كده في 15 مفيش، يبقى نعمل ايه؟ نكريتها ولا بتاع ده بيسجل. نكاريت بقى 15. مش عايزين الدي اتش سي بي اللي عليها. بالمره نكاريت واحده كمان عشان هنحتاجها كمان شويه. 11 و 12 بالمرة. مش عايزين دي اتش سي بي، مش عايزين دي اتش سي بي. ابلاي. اوكي. ده بقى احنا قلنا هنوصله بكام؟ بفي ام نت 15. تعال نظبط ده الاول واوريك الاعدادات اللي انا عاملها عليه.
ده كارت النتورك بتاعه اللي واصل بفي 115. هو انا لسه مش مظبط عليه حاجه. هو بصوا السناب شوت التانية ديت اللي هي دي بعد ما ظبطت عليه الاعدادات وشغلته دي ان اس وشغلته، بس تعال نشوفهم بالمرة. انا عايز ده يبقى شغال ايه؟ انا بس بدل ما اشغل سيرفرين، واحد دي ان اس وواحد فيس، يبقى هشغل واحد بس يقوم بالاتنين. يبقى محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نسطب عليه حاجتين اهو، اد رولز اند فيتشرز. لأول مرة على فكرة هنسطب الدي ان اس لوحده كده من غير ما يبقى معاه اكتف دايركتوري. لا انا مش عايز ده يشتغل اكتف دايركتوري. نيكست. ابص دي ان اس. طب اعمل ايه عشان اشغله ويب سايت؟ تعالى نديله اي بي هات. احنا قلنا هنديله ايه؟ هنديله 8 8 8 8 8 والماسك مثلا خليه زي ما هو، والجيت واي بتاعه المفترض هيبقى الاي بي بتاع الراوتر هنا. يعني انا هدي ده، خليني ادي ده 8 1 1 1 عشان ده يبقى الجيت واي، وهدي ده 8 2 2 2 تمام كده. يبقى ده ان شاء الله هيبقى الجيت واي بتاعه اللي هو الفيس، هيبقى 8 واحد واحد واحد، والدي ان اس هيبقى هو نفسه. يعني ممكن اكتب 127.0.0.1. ده كده انا حددت هويته كدي ان اس سيرفر. طب كفيس هديله 8 3 ايه؟ 3 اتنينات. يبقى ده كفيس هقول له عادي ممكن ادي نفس الكارته 2 اي بي اهو، ادفانسد اد 8 تلات اتنينات اد. اوكي 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 نبدأ بقى نعمل ايه؟ نسطب على ده الدي ان اس. تعالى نقفل الكونسول ونفتحه تاني. هو لسه شايف الأبيبة تمام كده. المفترض هو اتفضل الدي ان اس. وبص بقى ايه الحاجه اللي سطبها عشان احول هذا الجهاز لويب سايت، حاجه اسمها اي اي اس ويب سيرفر. فانا هسطب الاثنين انستول. عقبال ما يسطب احنا قلنا ده هنوصله في نت كام؟ 15. يبقى ده كده اتاكد ان هو واصل بفي نت 15. طيب بالنسبه بقى لار 1، ار 1 المفترض يبقى فيه كارته فيه واصله بفي نت، مش ار 1 الاي اس بي سوري، كارته واصله بفي نت 15 والتانيه واصله بفي نت 10. يبقى انا هروح اهو على الاي اس بي اتاكد ان فيه كارتتين دي 10. اخش بس ايه اديها نيم من جوه عشان ما اتلخبطش. هري نيم ديت دي واصله بمثلا هنتخيل ان ده فرع شركتي في اليكس، يبقى هسمي الكارته ديت اليكس كاستمر. المفترض الاي بي بتاع الكارته دي هيبقى كام؟ خد بالك ده الاي اس بي والمنطقه دي لازم اي بيهاتها تبقى ايه؟ تبقى بابليك. ها اي بيهات بابليك. فانا ناوي ادي ايه؟ ناوي ادي وطبعا الاي بي بتاعي اللي هنا هيبقى اي بي ايه؟ بابليك. والمفترض لما اظبط شغل النت على ده الناس اللي جوه كلها وهي طالعه تخمس في ايه؟ في الاي بي البابليك اللي هنا. فالاي بي ده مش هيبقى بقى 192.168 زي ما كنا عاملين في اللاب اللي قبل كده. انا هديله 30.0.0.1. الاي بي البابليك ده اللي بيحددهولي شركه النت مش انا. طب واللي قصاده؟ هديله 30.0.0.2 واصلين بفي النت كام؟ 10. يبقى اهو ارجع تاني لاي اس بي، الكارته الاولانيه واصله بفي النت 10 اهي،
وسميتها اليكس كاستمر، دي واسطه بالكاستمر اللي في اليكس. هنا بس فاضل حرف اس، وهدبل كليك عليها بروبرتيز، الاي بي بتاعها هيبقى 30 30002. اقول له اوكي اوكي كلوز. طب اللي قصادها في ار 1 اللي عندي اللي هي هتوصل بفي من 10 هتبقى 30 2 30 1، صح كده ولا ايه؟ هقفل بقى ده، هروح على الكارتة اللي هنا، اتاكد بس ان هي واصله في 110 فعلا، اللي هي دي 5 5. دي بقى انهي واحده فيهم؟ احنا كنا عاطينها زمان في اللاب القديم اهي كانت ديت. لا دي بقى هنرنمها، ودي دي كونكتد تو اي اس بي. الاي بي بتاعها كام ديت؟ 30 0 0 كام؟ 1. احنا سمينا الثانيه اللي على ار 1 اللي على اي اس بي، معلش هديها ايه؟ 30 0 0 2. وارجع تاني بقى على ار 1، المفترض دي هديها 30 0 0 30 0 0 1. الدي ان اس بتاعها الجيت واي بتاعها هيبقى كام؟ 30 0 0 2. انا هسيب الجيت واي ده دلوقتي عشان عايز اوريك حاجه كده. الدي ان اس هيبقى 4 8 8، اللي انا عامله يعني اللي لسه هنشوف هنظبطه. طيب نرجع تاني للاي اس بي ده 30 2. اتاكد بس ايه، انا دلوقتي وصلت ده في 110، دي 30 2 و30 1، اتاكد كده ان ده بيعرف يبنج على الاي اس بي ولا ما بيعرفش، اللي هو ار 1. نفتح السي ام دي، بنج لي كده على 30 0 0 2، البنج شغال. اذا ده كونكتد بالاي اس بي. خد بالك لسه الناس اللي ورا مش تعرف تطلع نت، الناس اللي ورا اي بيهاتها ايه؟ اي بيهاتها برايفت، لازم وهم طالعين ان شاء الله يتبدلوا بكام؟ ب 30 واحد، تمام كده؟ لما نشغل هنا النت. طيب نرجع نكمل هنا، الفتحه الثانيه من الاي اس بي هتاخد 8 4 وحايد عشان تبقى هي الجيت واي لايه؟ للفيس وللدي ان اس وهكذا. فهروح بقى على الاي اس بي، هركب كارته. احنا قلنا الكارتة التانية هتوصل بفي ام نت كام؟ 15، صح كده؟ نيكست، توصل بفي ام نت 15. في ام نت 15 هتاخد كام؟ 8 3 وحايد. يبقى على الاي اس بي ديت المفترض هتاخد 8 3 وحايد. نفتح كده 8 3 وحايد، اقول له اوكي اوكي اوكي. انا كده على اي اس بي الحمد لله ركبت كارتتين، واحده 30 2 وواحده 8 3 ايه 3 وحايد. طبعا ده لازم يتحول لراوتر، يبقى لازم نسطب عليه خدمه ايه الاول. بس قبل ما اسطب عليه اتاكد 8 3 وحايد بيعرف يبنج على 8 3 2ات و4 8ات، صح كده ولا ايه؟ فهروح كده على 8 3 وحايد والاي اس بي، افتح السي ام دي، بيعرف يبنج على 4 8ات شغال، يبقى بيعرف يطلع نت هو الاي اس بي نفسه على 8 3 2ات شغال زي الفل، تمام كده. فاضل بقى ان انا احوله الراوتر بقى، ما هو حتى الان مش شغال راوتر. يبقى كالعاده هاجي هنا على اد رولز اند فيتشرز، نيكست نيكست نيكست. والله انا عايزك تشتغل فين؟ احنا قلنا بنختار ريموت اكسس، نيكست نيكست راوتنج. طبعا احنا قلنا راوتنج كده كده غصب عنك بيتسطب معاها الايه؟ الفي بي ان انستول. عقبال ما ده يخلص هروح على ده. انا حتى الان خلي بالك سطبت على ده دي ان اس، اهو دي ان اس فاضي، ها مش زي ما احنا متعودين بقى دي ان اس فاضي. وهذا الدي ان اس لا يحتوي بداخله على اي حاجه خالص في الحقيقه بقى. المفترض الدي ان اس ده اللي هو هنا في اللاب بتاعنا 4 8 متسجل فيه اي بيهات ايه بقى؟ ملايين المواقع بقى،
طب انا احاكي ده هنا ازاي؟ اهو بص، هاجي هنا دلوقتي على ده، الله انا عايز اكريت حاجه اسمها زون نيكست، احنا عايزين نحط بيانات الفيس. فبص والله انا عايز اعمل زون نيكست، هسميها ايه؟ فيس بول دوت كوم، نيكست 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 فينش. طب وبعدين جوه هذه الزون اللي اسمها فيسبوك دوت كوم انا عايز اعمل ريكورد، حاجه اسمها ريكورد دبليو دبليو دبليو. ها اي بي فيس كام من اللاب اللي احنا عاملينه ده؟ 8 3 2. يبقى اذا هنا في الدي ان اس اي بي فيس 8 3 2. يعني مفترض دلوقتي انا لما اجي على ده افتح السي ام دي، والله انا عايز ابنج على www.facebook.com facebook.com. الاول بس الدي ان اس ده هو مين؟ الدي ان اس ده المفترض 4 8. حاطين دي ان اس صح؟ هو نفسه. طيب هنشوف الغلطة فين. مش عارف ده هيفرق ولا مش هيفرق، بس كنت كاتب الاف كابيتال، مش عارف ده. هتفرق يعني سمول ولا كابيتال؟ اشتغل اهو 8 4 2. يبقى اذا الحمد لله ظبطت ده از دي ان اس. طبعا في الحقيقه بقى المفترض الدي ان اس ده يبقى ما شاء الله متسجل جواه هنا كده تولز دي ان اس اي بهات بقى ايه المواقع المختلفه بقى. طيب يكفينا احنا الفيس عشان نتست بيه كده ونحاكي بيه الواقع العملي. بس خد بالك هذا الجهاز حتى الان ما لهوش موقع شبه موقع الفيس. ما احنا سطبنا عليه ايه بقى؟ الاي اي اس. افتح بقى تولز الاقي هنا اي اس انترنت انفورميشن سيرفيس. دي الصفحه اللي بتحول بيها جهازك لويب سايت اهو. بص حتى انت بمجرد ما بتسطب الحاجه اللي اسمها اي اي اس ديت هو بيعمل لك ويب سايت، يعني عباره عن صوره كده. يعني عارف لو انا دلوقتي جيت فتحت البراوزر، البراوزر حتى تعالى نفتح البراوزر منين؟ من على الاي اس بي. مش الاي اس بي كونكتد بالنت اهو، هروح على الاي اس بي، على الاي اس بي لسه بيسطب، خليه يسطب على ميله. وافتح ايه بقى؟ افتح المتصفح فين؟ انترنت اكسبلورر. عادي كاني عايز اطلع نت. بص هكتب ايه؟ هكتب www.facebook.com انتر. هي www.facebook.com في يا عم؟ لا لا لا. طب تعالى ابنج بس اتاكد ان الدنيا تمام في البنج. بنج لي كده على www.facebook.com. كده في حاجه غلط في الدي ان اس. والله يعني مش عارف دي حاجه ملهاش علاقة بقى. هتأكد بس ان ده احنا عايزين الكارتة اللي واصلة بالنت اللي هي 30. وانا على مين دلوقتي؟ على اي اس بي اللي هي 8 3 1 ديت. اقول لها دي ان اس بتاعك كام؟ 4 8. يبقى دي كان ناقصها بس ايه؟ دي ان اس. تعال نجرب نبنج تاني كده. هي ما بتفرقش كابيتال ولا سمول يعني. تعالى حتى زيادة التأكيد اهو تمام كده. طب نفتح بقى البراوزر ونكتب هنا كده www.facebook.com. بص فتح لي ايه؟ دي صورة معمولة لما بتسطب على جهازك خدمة الويب سيرفر. انا بقى مش عاجبني الويب سايت ده. انت ممكن تصمم الويب سايت اللي على مزاجك. تصميم الويب سايت ده مش مهمتك، مهمه ان انت تجيب حد ويب ديزاينر تقول له لو سمحت انا عايز اسمم. بص انا هصمم لك دلوقتي ويب سايت ايه، حاجه عبيطه كده نتست بيها. هعمل ملف تكست وهقول له ايه بقى؟ ويلكم تو كامل دوت كوم.
تمام، وهقفل ده كده وهحول ملف التكست ده، يعني هظهر بس الاكستنشن، هحول ملف التكست ده ل HTM، ده الامتداد بتاع الويب سايت او بيبقى HTML. عارف الصفحه اللي انا عاملها ديت، دبل كليك عليها كده هيفتح لك ويب بيج يقول لك ويلكم تو ايه، ها كامل دوت كوم. بص بقى انا هعمل ايه، اقوم جاي فاتح الاي اي اس اللي انا سطبته ده، اقول له الله يكرمك انا عايز وريني كده الاكسبلور، شايف الفايل ده الملفين دول اللي هم فيهم الصوره اللي ظهرت لنا من شويه. انا بقى هعمل ايه، هاخد دول كده ارميهم مش عايزهم، بس هاخد الاسم ده زي ما هو كده، زي ما هو كده كوبي، عشان هسمي الملف اللي انا عملته بنفس الايه، بنفس الاسم اهو، واحطه بدل التاني بره بقى اهو، ده المكان اللي هيتحط فيه الويب سايت. تعالى بقى دلوقتي نروح على الاي اس بي بقى، يفتح، اعمل بس ريفرشايه كده، اكتب بس هنا فيسبوك دوت كوم، هو شكله بس مكيش لسه، نفتح تاني كده. بص الماضي قال لك ايه، ويلكم تو كامل دوت كوم. طب افرض انت عايز تعمل موقع شبه موقع الفيس الحقيقي، بسيطة الموضوع، اهيف ما يكون. بص يا سيدي، افتح المتصفح، اكتب فيه، مش لازم بقى تبقى راجل ويب ديزاينر عشان تعمل حاجة زي الفيس، لا ما هو موقع الفيس اوريدي موجود، فيس بوك دوت كوم، يا رب بس يكون ايه فاتحينه اهو. بص اقوم عامل ايه بقى بعد ما افتحه كده، اقوم جاي له ايه، فايل سيف بيج از، بس وانا بسيفها احنا قلنا عايزين اسم الفايل يبقى ايه، احنا قلنا عايزين اسم الفايل يبقى بالاسم ده. فبص هاخد الاسم ده هو كده كوبي، وهسيف الصفحة ديت بنفس الاسم، حطها مثلا على الديسك توب ولا حاجة، واقول له سيف. هو دلوقتي بيسيف لي الصفحة ديت بالصور اللي فيها، بس خد بالك انا كده بعمل الصفحة الرئيسية بس، ها يعني لو دوست على اي لينك هنا ساين اب مش عارف لوجن هيطلع لي ايرور، ما انا مش عامل غير في الحقيقه بيبقى في الصفحه الرئيسيه وباقي الصفحات اللي بتوصل لها لما تدوس على اي لينك هنا. بص عمل لي ايه بقى على الديسك توب كده، بصوا بقى عمل لي ايه هنا على الديسك توب، عمل لي الملفين دول، هاخدهم زي ما هم كده كوبي، واقوم جاي راميهم فين بقى، راميهم جوه طبعا، خلاص ده بقى ما بقيناش، حتى ممكن اقول له ايه دوت ايه دوت اول تمام، واقوم جاي حاطط بداله الايه الاثنين اللي انا جبتهم من اي موقع بقى، خلي بالك يعني عايز تعمل شبهه بنفس الطريقه. هاجي بقى على اي اس بي دلوقتي وافتح البراوزر، واقول انا عايز افتح فيسبوك دوت كوم، اه بص افتح لك موقع فيسبوك. طبعا لو كتبت حاجه هنا لوجن هيطلع لك، بص تمام، فاكرين الموقع انا كنت عامله شبه الفيس، بس لما تعمل لوجن يوم جاي محولك على الفيس الحقيقي ويسرق الايه الباسورد بتاعتك. بص خدوا بالكم بقى من اللي انا عملته ده دلوقتي، هو بس الراجل ده خلص عنده الراوتنج، اتسطب الراوتنج، اتسطب خلاص، فلازم بقى افتح تولز واشغل بقى خدمه الراوتنج. طبعا احنا على الراوتر بتاع الاي اس بي ده مش هنحتاج نعمل ولا ستاتيك راوتنج ولا دايناميك راوتنج، الاي اس بي ده من اللاب اللي احنا عاملينه هنا اهو، راوتر ليه كام فتحه، فتحه من الناحيه دي شبكه كام 8 حاجه، ومن الناحيه دي شبكه كام 30. هل هو بيبقى عنده علم بالشبكات اللي ورا ار 1؟ ملوش، ده دي شبكات ايه، ديت شبكات برايفت، ها ملوش علاقه بيها خالص. طيب يبقى هو عنده الشبكتين دول بس، مش محتاج اي شبكات تانية، فانا هكتفي بتشغيل خدمه الراوتنج عليه فقط اهو. هاجي هنا كده، اتفضل، عليكم السلام وبركاته، كاستم نيكست لان راوتنج ستارت سيرفيس. ده كده خلاص بقى شغال راوتر. المفترض انا دلوقتي يبقى عندي القدره طالما ده اشتغل راوتر وانا قاعد هنا على ار 1 اقدر ان انا افتح فيس واوصل للدي ان اس واعمل اللي انا عايزه. تعالى كده نجرب، بس طبعا هنا المفترض الكارتة اللي واصله هنا 30 واحد والجيت واي بتاعها كام 30 2، فانا بس هاجي على ار 1
اجي على الكارته ديت اقول لها انت الجيت واي بتاعك 30002. تعال نجرب بقى دلوقتي، يعني نفتح فيس، افتح البراوزر واقول له www.facebook.com. افترض كده لو مفيش حاجه غلط يفتح معايا. طب تعال بينج نشوف بس الغلط فين. www.facebook.com البنج شغال اهو. 8 كام؟ اتنينات. طب واضح بس ان احنا محتاجين www.facebook.com. كده في حاجة غلط. طب الاي اس بي بيفتحه؟ طيب لا، ما هو بنج يبقى جاب الاي بي. الاي اس بي بيفتحه. شكلي نسيت ادي. لا ما نسيتش ادي حاجه. تعالى هنا تاني كده افتح ده. هعمل حاجه صغيره بس يمكن هي اللي عامله مشكله. هقول له edit binding، انا عايزك تستخدم الاي بي كفيس 8 ايه 4 اتنينات كلوز. تعالى نجرب كده تاني على R1. هو بيبنج على wfacebook.com. تمام، يبقى المفترض من البراوزر يفتح www.facebook.com. الله. مش من R1 بيشتغل. تعالى معلش، ايه ساعات البراوزر الانترنت اكسبلورر ده بيقرفنا يعني. فانا هجيب ايه؟ على R1. اتاكد بس من الاعدادات هنا. الراجل ده عنده فتحة اهي، والجيت واي بتاعها 30-2، والدي ان اس 4-8. هو ليه لسه محتفظ ب10-2 ده؟ تمام. فينيش. www.facebook.com. او اشتغل اهو. مش معنى بقى التاني بقى الهبل ده. الظاهر كده. وعاملها اس. انا مش عايزها اس. هو شكله البراوزر متبرمج ان هي تبقى اس، وانا هخليها له اس بالمره عشان ايه يفتح معايا. صوب اجي هنا. الاس ده لو درسته تعرف ان هو بيحتاج حاجه اسمها سيرتيفيكت عشان يشفر الداتا. فانا هعمل هنا حاجه اسمها سيلف ساين سيرتيفيكت، هسميها www.facebook.com. ديت للويب. اوكي، عملت اهو ويب سايت. باجي بقى على الويب سايت ده. الويب سايت ده باي ديفولت بيشتغل HTTP بس. يعني حضرتك لو دخلت هنا في حاجه اسمها بايندنج HTTP بس. انا هقول له لا، انا عايزك كمان تشتغل HTTPS بانهي اي بي؟ بالاي بي ده. طيب والناس لما تيجي تكلمني اشفر الداتا الاقي حاجه اسمها HTTPS ترافيك مشفر، شفرها بالسيرتيفيكت ديت. واقول له اوكي كلوز. محتاج بس ايه اخد هذه السيرتيفيكت اسطبها عند الناس، او يا اما بقى البراوزر هيحذرني. هنشوف دلوقتي لما اقول له ريفريش.
بص، هو هنا البراوزر مش عايزني افتح الويب سايت. هعمل انا حاجة كده سريعة، هاجي على ده اقول له ايه، وريني كده السيرتيفيكتس اللي عندك، هي ديت. هقول له كوبي نيكست، فيس بوك سيرتيفيكت، اهي حطها بس على الديسك توب. خدها بقى كده كوبي واروح على R1. مش R1 ده اللي مش راضي يفتح، صح؟ بعمل ايه بقى؟ بعمل لها انستول دي بقى عشان يقبلها. تراستد سيرتيفيكتس، تعال نجرب تاني كده. على فكرة اللي بيحصل هنا في الانترنت هو حماية ليك عشان ما يتفتح لكش موقع فيه اسمه مزيف، بيجبرك ان انت تشتغل HTTPS مش HTTP. تعال نجرب. فتح. لا، واضح ان السيرتيفيكت لازم احطها بطريقة تانية. MMC فايل اد ريموف سناب ان. طبعا الجزء بتاع السيرتيفيكت ده احنا لسه ما شرحناهوش اصلا، ما اتكلمناش عليه، بس سريعا كده ايه بالمرة يعني. المفترض ظهرت هنا، هي دي بقى ايه. تعال نجرب كده نرفرش. تعال افتح لك بالمرة على ما ده يخلص من الموتزيلا فايرفوكس. www.facebook.com كده هيفتح HTTP. هزود انا ايه بقى؟ هزود اس او بيحذرني بس من السيرتيفيكت، فانا هقول له ما تشغلش بالك. هو المفترض كان يشتغل. ابص فتح فيس وايه HTTPS، تمام. تعال بقى نشوف التاني ده بالمرة عشان يفتح HTTPS. سيبه كده يحمل. احنا كده الحمد لله ظبطنا. في حد فصل عنده الشو؟ احنا كده ظبطنا المنطقة ديت، وار 1 عنده القدرة ان هو يطلع نت. تعال بس نتأكد اهو، ادي ار 1 هبنج منه على فيسبوك دوت كوم بيبنج، هبنج منه على 4 8 بيبنج، هبنج منه على 30002 اللي هو الاي اس بي بتاعي بيبنج. لكن حتى الان الناس اللي ورا ار 1 مش هتعرف تطلع نت. ليه بقى؟ دلوقتي لو ده عايز يطلع نت، ده الاي بي بتاعه كام؟ 192.168.1.200. الراجل ده عشان يوصل لاربع تمانيات هيبعت للراوتر بتاعه. طب وبعدين؟ الراوتر ده انا المفترض مظبطه وقايل له اي شبكه انت مش عارفها ابعت ل 30 كام؟ 2. مش انا قلت له الجيت واي بتاعك 30.2؟ فهيبعت ل 30.2. طب وده فعلا هيبعت لي الفيس. الفكره بقى ده وهي راجعه، وهي راجعه ده عايز يرد على مين؟ عايز يرد على شبكه 192.168.1. هل ده عنده في الجدول بتاعه
شبكه واحد او شبكه اتنين او شبكه تلاته او شبكه اربعه؟ الاجابه لا. فيا اما ده يبقى عنده هذه الشبكات البرايفت، وده ضد كده بقى النات اللي احنا شرحناه، او اخلي الناس دي كلها وهي طالعه تخمس في مين؟ في 30 واحد. وهو ده اللي انا هعمله دلوقتي. يعني هروح مثلا على اكس بي ده، اكس بي ده، او خلينا نبدا بالبي دي سي نفسه. البي دي سي ده احد الاجهزه اللي جوه. الاي بي بتاعه كام المفترض؟ 1200، والجيت واي بتاعه 1200 وكام؟ و50. ده البي دي سي. تعال نتاكد كده بس عشان ايه، ممكن اكون رجعت السناب شوت غلط. واحد 200 جيت واي بتاعه 1200 وايه و50. خد بالك انا لازم اجي في الدي ان اس بتاعه، في الدي ان اس بتاع ده. افتح كده السيرفر مانجر، تولز، دي ان اس، هقول له ايه بقى؟ طبعا هو عنده كامل دوت كوم، بس هقول له هنا في حاجه اسمها فوروردرز، لو حد سالك على حاجه مش موجوده عندك يا دي ان اس تروح تسال مين؟ اربع تمانيات. اوكي ابلاي. اوكي تمام كده. طيب تعال نجرب حتى من ده نبنج بقى. هنبنج على مين؟ طبعا مش هينفع بنج على اربع تمانيات، لازم ده يتعمل له نات هنا عشان يعرف يبنج على اربع تمانيات. طب هبنج بس على 1250، هبنج على 30 واحد. يبقى هرجع تاني هنا على البي دي سي، هبنج على 192.168.1250، البنج شغال. هبنج على 30.001، البنج شغال. لكن لو جيت ابنج على اربع تمانيات البنج مش هيشتغل. ليه؟ الداتا كده هتوصل لاربع تمانيات ومش هترجع، الا اذا ده اتعمل عليه ايه بقى؟ نات. ازاي بقى اجي على ده اشغل عليه النات؟ نروح بقى على ايه؟ على R1 بقى. تعال نشوف ازاي نشغل النات. نفتح تولز ونفتح الراوتينج. حتى بص انا هعمل ايه؟ انا هسيب ده شغال بماينس تي على اربع تمانيات، وهخليه يا عم كمان شغال بينج على www.facebook.com بماينس تي برضه. لا ده هيشتغل ولا ده هيشتغل. تمام كده. روح بقى على R1. R1 دلوقتي المفترض عنده شويه كروت، هو بس ايه خلاص كده نراستر بس السيرفس. بصوا بقى اشغل النات ازاي. باجي هنا على جنرال، اقول انا عايز اشغل نيو راوتنج بروتوكول. عايز اشغل ايه؟ عايز اشغل النات. اوكي كده انا شغلت النات. لازم تحدد للراوتر ده لما تشغل عليه النات فين الفتحات اللي واصله بالشبكات البرايفت، وفين الفتحه اللي واصله بالشبكه البابليك اللي هي المفترض واخده كام؟ 30 واحد. فبص بعمل ايه؟ باجي على R1 بعد ما اشغل النات، اقول له بقول لك ايه؟ بص بقى بالنسبه للفتحه ديت، نبدا بديت، دي نوعها ايه؟ برايفت ولا بابليك؟ دي برايفت. طيب بالنسبة للفتحة التانية اتش ار او اي تي، دي ايه؟ دي برايفت. نيو الاتش ار برايفت. فاضل ايه كده؟ السيلز برايفت. الفتحة الوحيدة البابليك اللي هي ديت، مالها؟ دي البابليك. عايز اشغل عليها النات، ابلاي. اوكي بس يا سيدي خلاص كده. تعالى بقى ارجع على ده، على ده البنج اللي ما كانش شغال اللي حصل فيه اشتغل، الفيس اللي ما كانش شغال اشتغل. خد بالك ده بيظهر للعالم الخارجي باي بي مين؟ باي بي 30 واحد. كل دول كل اللي ورا ده بيخمسوا في 30 واحد. تمام كده. طيب تعالى بقى نجرب نفتح فيس اهو، وانا على البي دي سي افتح البراوزر، اقول له www.facebook.com.
وكالعادة دي برضه مشكلة ايه؟ براوزر، لان هو ايه؟ بنج هنا على الفيس خلاص. تمام كده؟ فشايفه. تعالى نعمل الكلام ده على مين؟ على اكس بي. اكس بي ده المفترض واخد 2-1. فا اكس بي انا تقريبا رجعته لسناب شوت. اكس بي اولا لو رحنا على R1 سيتنجز، احنا عندنا في ام نت 2، في ام نت 2 ديت اللي هي واخده فين؟ اللي هي دي في ام نت 2. فانا محتاج اوصل الاول اكس بي بفي ام نت 2 عشان انا رجعت لسناب شوت قديمه. كل اللي انا عملته على اكس بي طار. طبعا هلاقي اكس بي لسه على الاي بي القديم بتاعه اللي هو 10-1 باين، ولا 10-2. طبعا هو غاب كده في اللوجن ليه؟ مش عارف يوصل للبي دي سي لان الاي بي بتاعته غلط. بس طبعا هيعمل لوجن بايه دلوقتي؟ بالكاش، صح كده؟ فانا هاجي بقى على كارت النتورك بتاعه اقول له انت الاي بي بتاعك، ابص على قديمه 192.168.168. المفترض حسب اللاب بتاعنا 2 او مش احنا المفروض شغلنا هنا دي اتش سي بي وعملنا ريلي ايجنت؟ يعني ممكن دلوقتي على الجهاز ده لو الدنيا تمام وريلي ايجنت شغال اقول له اوتوماتيك. اوتوماتيك اوكي اوكي. تعال نشوف كده هياخد اوتوماتيك ولا مش هياخد. اهو اخد اهو، اتظبط كل حاجه اوتوماتيك والدي ان اس بتاعه تمام. جرب بقى دلوقتي افتح الرن سي ام دي بينجلي على www.facebook.com شغال زي الفل. افتح البراوزر، تهيألي البراوزر في اكس بي مش هيعمل لنا مشاكل زي البراوزر اللي في ويندوز سيرفر. www.facebook.com ماشي. اهو فتح معايا الفيس اهو زي الفل. يبقى الناس دي كلها هي برضه بتعرف ايه؟ بتعرف تطلع نت. روح على ويندوز 10. ويندوز 10 ده المفترض واصل بفي ام نت كام؟ 3. نوصله الاول بفي ام نت 3 ونعمل عليه لوجن. ويندوز 7 المفترض واصل بفي ام نت 4. نروح على ويندوز 7 نوصله بفي ام نت 4. اوكي. طبعا انا مشغل من المره اللي فاتت دي اتش سي بي، وبالتالي لو انا جيت على ويندوز 7 قلت له خد اي بي اوتوماتيك نفس الكلام هنا. اوتوماتيك اخد 4-1 اهو. تعال نشوف الراجل ده دلوقتي قادر يطلع ويفتح فيس ولا مش قادر. www.facebook.com شغال زي الفل اهو. فاضل تن بس. اوتوماتيك اخد اهو الاي بيهات تمام. نفتح كده المتصفح. ده الايدج ده نجرب. طب نبنج، انا عايز ابنج على www.facebook.com اهو تمام كده. يبقى احنا كده الحمد لله شغلنا النات والناس كلها بتخمس في ايه. طبعا في مشاكل كتير عملها النات شفناها برضو، او لو رجعت جزء النتورك هتعرف مشاكلها. اكبر مشكله عملها النات هي ايه؟ ان الناس اللي بره
لو حابة توصل للأجهزة اللي جوه ما تعرفش. هو ينفع اللي جوه يوصل اللي بره، لأن اللي جوه هو طالع بيتبدل بكام؟ 30 واحد، والراجل ده اللي بره وهو بيرد على، وده بيبني عنده جدول عشان أي حاجة جاية من بره يعرف مين صاحبها اللي جوه وإيها ويبعتها له، تمام كده؟ لكن لو حد من بره، يعني مثلا تخيل معايا كده، أنت قاعد على الجهاز ده، ده جهاز في النت، ها، عايز يوصل لواحد 200 أو عايز يوصل لاتنين واحد، جرب كده مش هتعرف. لو انا جيت على الجهاز ده دلوقتي قلت له انا عايز ابنج على 192.168.21، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما هو الراوتر ده خلي بالك ما عندوش غير شبكات ايه؟ بابليك، ما بيبقاش مسجل فيه الاي بيهات البرايفت اللي ورا هذه الايه؟ الشبكه. تمام؟ حاجه كمان، لو انا عندي فرع تاني لشركتي، وده اللي انا هعمله دلوقتي بقى، هربط فرع تاني من فروع شركتي بالنت. لو انا عندي تاني فرع من فروع شركتي وعايز الاجهزه اللي هنا، يعني افرض عايز ارمي هنا اديشنال، يبقى مرايه من مين؟ من البي دي سي اللي هنا، والناس اللي هنا تقدر تبنج على الناس اللي هنا ويوصلوا لبعض، برضه مش هيعرفوا يوصلوا لبعض. ليه؟ لان دول هيبقوا واخدين اي بيهات برايفت، ودول واخدين اي بيهات برايفت، وعالم الانترنت ما فيهوش غير شبكات ايه؟ بابليك فقط. اللي انا هعمله بقى دلوقتي ان انا هوصل، تخيل معايا ان ده سايت، ده فرع اليكس شركتك، والحمد لله وصلته بالنت 30/1/30/2. تخيل بقى معايا ان الفرع التاني ده هيبقى فرع ايه؟ مثلا كايرو، ووراه شبكات. خلاص بقى سيبك من 10 دي، خلاص مش عايزينها، نرمي دول تحت كده مش عايزينهم. وراه شبكات، شبكه كام هنا؟ 5 و6 وايه؟ و7. هربطه برضه بالنت. هربطه بالنت ازاي؟ هيطلع كابل من عندي، في الحقيقه هيوصل بالانترنت سيرفيس بروفايدر، تمام كده؟ بس ايه، اي حاجه كده نوصل بيها وخلاص. الفتحه دي المفترض تبقى كام بقى؟ 30، لا 30 ايه ده دي شبكه ودي شبكه، مثلا 40.0.0.2، وهنا 40 ايه؟ 40.0.0.1. طب هنوصلها في النت كام ديت؟ مثلا نوصلها بفي ام نت 11، خلي ده واصل بفي ام نت 11 اهو. خد بالك ان شاء الله لما اظبط النت هنا كل الناس اللي ورا ار 2 دول هيخمسوا في كام؟ في 40/1، ودول هيخمسوا في كام؟ في 30/1. هو ده اللي انا هعمله دلوقتي، تمام؟ ده ار 2 ده ار 1 ده في اليكس وده الاول. بس ايه ده المفترض راكب فيه اربع كروت، في كارته منهم هوصلها في فينت 11. تعال نشغله بقى فين ار 2 اخبار، بس الرامات عندنا ايه عشان ايه الدنيا ما توقفش زي المره اللي فاتت. كده ايه تحصل لنا مشكله، هعمل ايه بقى؟ هطفي، يعني خلينا نطفي ده دلوقتي. نطفي ده، الاي دي سي ده مش عايزينه دلوقتي، سسبند. كده ايه الوضع؟ كده كويس. شغل بقى ار ايه؟ ار 2. ادي ار 2 من اخر مره احنا كنا مظبطينه، مركبين فيه المفترض اربع كروت، ثلاثه واصلين من جوه، وواحدة بقى اللي هخليها واسطة ان شاء الله بالاي اس بي، بالاي بي اللي هو 40/2. فادي ار 2 سيتنجز، طبعا دي الرابعة ديت هتبقى واسطة في نت كام بقى؟ 11. جميل. وهاجي هنا بقى ايه؟ اعدل بس اسمها والاي بي بتاعها الجديد، اللي هي كانت انهي الاول؟ كانت دي، لا دي بقى هنرنيم دي كونكتد تو اي اس بي. دي المفترض الاي بي بتاعها كام؟ 40.0.0.1، صح كده؟ دبل كليك عليها، جاي داخل هنا كده
اقول له والله انت الاي بي بتاعك 40001 والجيت واي بتاعك 4000 كام؟ 2 والدي ان اس كام؟ 4 8. اقول له اوكي. طبعا لازم اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ازود كارته في الراوتر بتاع الاي اس بي، اوصلها في نت 11 واديها 40.2، تمام كده؟ ف ده الاي اس بي، هزود في كارته اد توصل بفي ام نت 11 فينيش. اوكي طبعا الكارته دي هتظهر لي من ضمن الكروت. هي دي واسطه بالالكس كاستومر 30.2، دي هتبقى واسطه بقى بايه؟ بكايرو كاستمر 40002. دبل كليك عليها كده بروبرتيز، اقول له الاي بي بتاعك 40002. اوكي. مفترض دلوقتي لو الشغل صح تمام وانا على ار 2 اللي هو ده في كايرو اعرف ابنج على الاي اس بي. يعني جرب كده تبنجلي على 40002. مش بس كده، اعرف افتح فيس واربع تمانيات بنج على 4 8، بنجلي على www.facebook.com. تمام شغال زي الفل. هي بس الفكره ان ايه؟ ان لسه الناس اللي ورا مش هتعرف تطلع. تعالى بس انا عشان زودت كارته هنا في الراوتر ده، ساعات بحتاج عشان الدنيا تشتغل تمام ارستر خدمه الراوتر على الاي اس بي. انا لسه مزود فيه كارته اللي هي 40 40 2، فبس يعني ايه هرستر خدمه الايه الراوتر. روح بقى على ار 2 بقى دلوقتي محتاج اشغل عليه ايه برضو؟ النات، صح كده ولا هو بس شاف الاعدادات الجديده؟ لسه اهو شافها والاعدادات الجديده. هرايت كليك هنا برضو كالعاده، ان انا لو جيت على اي حد ورا ار 2 مش هيعرف يطلع نت. فقوم جاي اقول انا عايز اشغل ايه؟ عايز اشغل النات. اقول له اوكي. طب فين الفتحات البرايفت والفتحات البابليك؟ بص على ده، 5 و6 و7 برايفت، والفتحه الوحيده البابليك هي 40 ايه؟ 40001 ار 2. اقول له رايت كليك نيو 5 اهي 5. اوكي. وعلى فكره في حاجه كده في مايكروسوفت تقول لك انت ممكن ما تحددليش البرايفت، انت ممكن تحدد لي البابليك وانا هتعامل مع الباقي كلهم على انهم برايفت. تمام، بس احنا برضه عشان ما تتلخبطش هنحطه، بس كان يكفينا نحدد الفتحه الايه؟ البابليك بس. وهاجي بقى على الفتحه اللي هي 40001 ديت، دي هتبقى بابليك ويشتغل عليها ايه؟ يشتغل عليها النت. تعال بقى نجرب دلوقتي، هل الناس اللي ورا هتعرف تطلع ولا مش هتعرف تطلع؟ اجرب كفايه علينا اكس بي. اكس بي المفترض واخد 6.1 وواصل بفي ام نت 6. تعالى كده اكس بي ده اللي هو اكس بي 4 ده سيتنجز واصل بفي ام نت 6، اشغله بس. طبعا مش هشغل بقى الاثنين دول عشان ايه؟ هيبقى عندنا ازمه في الرامات. يا رب. الاي بي بتاع الجهاز ده كام؟ يفتح بس نجهز كده. فتح معانا اهو خلاص. تعالى بس نتأكد من الاي بيهات بتاعته، واخد 6.1 تمام، الاي بيهات صح مفيش فيها اي مشكلة. تعالى بقى نبنج على 4 8. بنج شغال زي الفل.
نبنج على www.face.com. الدي ان اس بتاعه المفترض، اللي هو مطفي، او 1200 ده في الفرع التاني. واحنا قلنا بقى ايه، الناس اللي هنا مش تعرف تكلم الناس اللي هنا، الناس اللي بره ما تعرفش توصل للناس اللي هنا، الوحيدين اللي جوه دول يطلعوا نت، لكن العكس لا. تمام كده، انا ممكن هنا اديله مباشره لحد ما نحل هذه الازمه، يا اما اشغل الاي دي سي التول اللي معايا في نفس السايت، صح كده؟ فانا هديله 4 8 مؤقتا، اقول له الدي ان اس بتاعك، بس هديله بقى مانيوال 192.168.6.1، الجيت واي بتاعك 192.168.6.250، الدي ان اس بتاعك 4 8 مؤقتا. اوكي اوكي تعال نجرب بقى نبنج تاني، لسه بس هو بيحمل اهو، اشتغل. وطبعا لو فتحت البراوزر برضو هتلاقي ايه، www.facebook.com. مفترض يشتغل معانا تمام زي الفل اهو، اشتغل اهو، فتح الايه الفيس. تمام كده، خدوا بالكم بقى، R1 ده سواء R1 او R2، اي داتا جايه من جوه بيبني عنده ايه جدول ويسجلها عشان تطلع وهي راجعه يعرف مين صاحبها وايه ويبعتها له تاني. لو انت عايز تتفرج على هذا الجدول وعشان تفهم هذا الجدول صح، لازم تراجع الحته بتاعت البورت نمبر، ارقام البورتات فاكرينها. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي، انا هاجي من جهاز جوه، يعني مثلا افتح اي موقع ابنج مثلا، اسيب البنج شغال. بص بقى، تعالى على R1 وافتح خدمة الراوتنج، وتعالى على الكارتة اللي هي البابليك، هقف عليها واقول له ايه، شو مابنج. بص بيجيب لي ايه، بيجيب لي يقول لي بص، في واحد من جوه، 192.168.201 ده اي بي بتاع جهاز جوه، او فين 200. تعالى نمسح ده كده، مش عارف هينفع يتمسح ولا لا، هو كده كده بيتفور لوحده اوتوماتيك بعد مده يعني. طيب تعالى بص، بيقول لك ايه هنا، في جهاز من جوه 192.168.201 وهو طالع اتبدل بكام، 30.1، وارقام البورتات، لا ده سوري البرايفت اهو، 1200 وهو طالع اتبدل ب 30.1، 1200 اتبدل ب 30.1. طب تعالى مثلا نروح من مين، من اكس بي ده، نفتح منه البراوزر ونقول له facebook.com. بص بقى بسرعه، روح على R1، اقفل كده وافتح تاني، مفترض هتلاقي اكس بي اللي هو 2.1 اتبدل بكام، 30.1، والمفترض يظهر لي بورت نمبر في 53 عشان هو راح كلم الدي ان اس، وفي ايه كمان 80، ولو فتحته اتش تي تي بي اس 4 4 كام، 4 4 3. تمام، فده الجدول اللي بناء عليه. وخد بالك هذا الجدول كل ما عاد الاجهزه اللي جوه يزيد وعدد السيشنز اللي مفتوحه تزيد هنا، كل ما الجدول ده يتضخم وايه ويكبر. اي سؤال لحد دلوقتي؟ هنقفل اللاب ده على كده، هيتبقى لنا شويه مشاكل في ايه، في الجلوبال ريتشابيليتي. ان انا لو قاعد هنا، تخيل معايا لو ده مش فرع شركتي التاني، ده بيتي وانا واصل بالنت وعايز اخش على اجهزتي اللي في شركتي، مش هقدر. حد قاعد بره في النت عايز يوصل لي، مش هيقدر. يا عم في كاميرات هنا، في سيرفرات انت عايز توصل لها من اي مكان، مش هتقدر. في وجود النت من بره، عارف تقدر توصل لمين؟ 30.1. 30.1 ده اي بي ايه؟ يعني عارف لو انا هنا دلوقتي على اكس بي ده، بنكت على 30.1 البنج يشتغل. تعال نجرب اهو، من اكس بي ده هبنج على 30.001 البنج يشتغل. طب ونفس الكلام اي حد من جوه يبنج على 40.1 ده اي بي بابليك يشتغل. لكن حضرتك عايز من جوه تبنج على الناس اللي جوه هنا، او من بره تبنج على الناس اللي جوه هنا، لا مش هينفع. وده بقى ايه نتكلم عليه في جزء الايه لوحده. اوقف بس الايه الفيديو ده على كده.